لا تخالي معاوية وأبو معاوية وبالسيف. بتقولوا استيرة مالتكم أصحاب المئين بعد ما المعركة مال الحنين ارتدوا عن الإسلام، معاوية وغير معاوية ارتدوا، النبي أعطاهم كل واحد 100 ناقة. يا سيدي كل ما نعانيه الآن من معاوية، هذا يقول على سيدنا، وقاله قبلك أكبر منك وأكبر مني قالوا سيدنا، هم مسؤولين يوم القيامة. أنت إما أن تكون مع علي أو تكون مع معاوية، اختر لك واحد منهم. اللهم احشرني مع علي، آمين. وأنت إن شاء الله يحشرك مع معاوية إن شاء الله. وهذا الرجل استطاع أن يسلب الحق من علي وأهله، ولهذا إلى هذا اليوم نحن نعاني. هذا الذي نعاني كله، هذا شيعي وهذا رافضي وهذا صفوي وهذا مدري منه وهذا اسمه ذا سوريا الأعلوي وهذا كله بسبب هذا، بهذا السبب وضعنا. واحد اسمه محمد بن عبد الوهاب، ما ادري منين جاء، ما حد يعرف، والغريب كلهم ما حد يعرف اصولهم منين، ما حد يعرف منين جايين. وهم ما جاء هالشباب التقي الصالح المتحمس للاسلام صدقوا بي، ملأهم يعني كره لكل المسلمين حتى للصحابه، يعني استوى يقولون لك انه ابو الصديق مشرك، ليش هذا مشرك؟ قال مو مره، قال لما ما تركت لاهلي تركت لهم الله ورسوله، وهذا شرك. قتلوا العلماء وقتلوا الدعاة وقتلوا المهندسين، والله في العراق ما بقولنا ولا عالم ولا طبيب ولا مهندس، كلهم مشركين. كما هم كانوا الخوارج هم المكفرة، كل من عداهم كافر. وقتلوا حتى نساء الصحابة. إنما سئلت عن الاختلاط. طيب. فقلت ما معناه وأقوله دائما. أن واحد من الأحكام الفقهية التي تخضع للزمان واختلاف المكان والعوائد، وهذا أصل من أصول الفقه. باب لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان، هذا الذي قلنا. وقلنا أيضا إن هذا يخضع للمزاج. طيب. مزاجك ألا تختلط ومزاج آخر يختلط، ولهذا الاختلاط وليد العصر العباسي، ليس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الخلفاء الراشدين ولا في الأموي فصل بين النساء والرجال، وإنما كان المسلمون مختلطين في كل شيء، وخاصة في التعليم والقضاء والحج والطواف والسعي وفي كل مكان، وفي الأعياد وفي الأعراس. وحينئذ هذه قضية كما فعل الفقهاء جميعا عندما اختلف أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، هم لم يختلفوا، كل واحد اجتهد في بيئة غير بيئة الثاني وفي زمان غير زمانه، وهذه طبيعة هذا الفقه. هذا الفقه جعل حلول مشاكل الناس، ومشاكل الناس تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد، أي التقاليد. طيب. فهذا الحجاب المعروف الآن هو ليس حجابا، هو زي من أزياء الشرع، إما تقاليد وإما مظهر سياسي كاللحية المعينة وكالعمامة المعينة الحمراء والصفراء والخضراء، وكل هذول على فئات وطوائف وجماعات وأحزاب. حينئذ يا سيدي الكريم الإسلام أعظم من هذا وأوسع من هذا. كل ما هو المطلوب أن تغطي المرأة عورتها، والمرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين، قضية لا يختلف فيها اثنان. أما أن تريد أنت مزاجك إن شاء الله تلبس أقونية، من قال لك لا؟ أما أن تفرض هذا على الناس على أنه شرع، هذا ليس شرعا. هذه قضية تخضع لأمزجة الناس وتقاليدهم وأعرافهم المختلفة، وأنت تعرف بأن العرف مصدر التشريع. أنا ما قلت أنه أصل من أصول الدين، بالعكس قلت ليس أصلا من أصول الدين، فقط في نساء النبي هذه قضية فيختلف فيها نساء النبي، لستن كأحد من النساء. طيب سيد الكريم، هذا الرأي يعني أنت ذكرت بأنه تبعا لأمزجة الناس وعاداتهم وتقاليدهم، نعم، في فهمهم للدين وظروفهم، ولكن كيف يختلف هذا المكان في العالم الإسلامي من بلد إلى آخر؟ هناك بلدان مثلا نرى فيها تشددا باسم الدين في هذا الموضوع، وبلدان أخرى أيضا باسم الدين نلاحظ فيها ما يسمى بالتساهل فيما يتعلق بموضوع الاختلاط. هذا ليس تشددا ولا تساهلا إلا إذا كان وراءه شيء، وراءه طائفة أو فئة أو حزب أو ما شاكل ذلك، والتاريخ مثقل بالأنين من وراء هذه الأحزاب والطوائف كما هو الآن في العراق وفي الصومال وفي كل مكان. الناس تئن من هذه العناوين التي تدعي أنها إسلامية، والمسلمون شيء والإسلاميون شيء آخر. الإسلاميون كما ظهر الآن أناس صاغوا إسلاما خاصا لهم على مقاسهم، قضية أخرى هذه. لكن كثير من القضايا بل من الفتاوى التي كانت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم غيرها الخلفاء الراشدون، وما كان في عصر الخلفاء غيره الأمويين، وهذا لا ينكره أحد، لأن الأحكام تتغير من زمان إلى زمان. الإمام الشافعي اخترأ يعني اجتهد العراقيين فقها والمصريين فقها آخر، هذه القضية. أما أنت تريد تفرض علي ما كان قبل 15 قرن، هذا مزاجك ولك حدود في هذا العقل المتحجر.
طيب سيدي الكريم، يعني هل المسلم مثلا يختلف في مصر عن السعودية عن الإمارات أم هو نفس المسلم؟ لا لا أبدا، يختلف اختلافا كاملا فيما عدا الثوابت والصلاة خمسة أوقات وصيام رمضان والحج في البيت. وما عدا هذا يا سيدي، الصلاة التي هي ركن هذا الدين من تكبيرة الإحرام إلى تسليمة فيها 50 راي، كيف تركع وكيف تسجد وماذا تقول؟ في هذه الأيام وسيقيم خطب جمعة ومحاضرات في الجامعات وفي المساجد والمعاهد العليا وفي القاعات وفي أماكن المحاضرات وغيرها، وهو من أخبث البشر والذي لا رب سواه. أما معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه عن أبيه وأرضاهما وأرضا جميع الصحابة وإرغم أنف الرافضة والشيعة، أما فضل معاوية أولا هو أحد كتاب الوحي الذين اختارهم الله من السماء من فوق 7 سماوات أن يكتبوا القرآن بأيديهم، فقد استأمن الله معاوية على كتابه
ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطره فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. يقول الإمام مالك: هذه الآية دليل على كفر الروافض الذين يغيظهم أصحاب رسول الله
هذه الأيام ابتداء من اليوم الجمعة اليوم تستضيف بلادنا السودان للأسف الشديد رجل من أسوأ البشر ومن شر الخليقة اسمه الدكتور أحمد الكويسي. وهذه صحيفة الانتباه بتاريخ الخميس البارحة. وأحمد الكويسي هذا يسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام علنا، والوثائق عندي الآن بالفيديو أكثر من 20 وثيقة لهذا الدكتور أحمد الكويسي موجود الآن معي يسب فيها الصحابة علنا ويكبر فيها معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه الوثائق لمن أراد أن يتأكد أو انتابه الشك من كلام هذا. تشهد على هذا الدكتور الكويسي كبس الله عينيه الذي يكفر معاوية ابن أبا سفيان ابن أبي سفيان ويقول إن معاوية ارتد وكفر لله ويسبه ويسب أباه رضي الله عنه وعن أبيه وأرضاهما رغم أنف الكويسي، لأن معاوية كما قال السلف هو كالسدر لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. فمن تجرأ على هذا السدر على معاوية فقد تجرأ على بعض الصحابة، لأن معاوية كالسدر لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل يلعن معاوية أيضا ويقول اللهم لعنه. وحينما اتصلت به امرأة كويتية وكان ذلك على قناة دبي الفضائية يستضيفون هذا الخبيث، ووالله هو خبيث لأنه سب الصحابة. وإياك أن تقول لي لا تقل خبيث، لأنه إذا فرضنا إنك ستشتمه بأسوأ الشتائم وتصبه بأشد أنواع السب، فكيف إذا قلت لك أنا إنه يسب أصحاب رسول الله الذين هم عندنا أحب إلينا من أبي وأبيك وأمي وأمك. ولذلك جاء في صحيح مسلم قبل أن واصل قصة المرأة، جاء في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، لا ناهية محرمة، لا لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد صحابي ولا نصيفة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة حينما قال: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة في الأهواء، فواحدة في الجنة واثنتان إلى من هي يا رسول الله الناجية إلى الجنة؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال الله عنهم عن الصحابة والذين معه أشداء
يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا الخبيث حينما اتصلت به المرأة الكويتية على قناة دبي الفضائية فقالت له اتق الله فإنك تطعن في الصحابة، يطعن في خالد بن الوليد رضي الله عنه ويطعن في معاوية ويطعن في أبي سفيان رضي الله عن الجميع. على الكفار رحماء بينهم.
هؤلاء هم الذين زكاهم الله وزكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض السلف: من طعن في أصحاب رسول الله أو أحد من أصحاب رسول الله أو طعن في عثمان أو طعن في أحد من الصحابة فهو دجال من الدجاجلة، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال بعض السلف: من طعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فإنما قصد الطعن بالقرآن وقصد الطعن بالسنة، لأن القرآن والسنة ما نقلا إلينا إلا بواسطة الصحابة، فمن طعن فيهم فإنما أراد الطعن بالقرآن وأراد الطعن بالسنة، فالطعن فيه أوسع والحكم عليه بالزندقة أليق. هكذا قال السلف، وهكذا أجمعت الأمة المسلمة على أن خيار البشر وأفضل البشر وأفضل المسلمين على ظهر الأرض منذ أن خلق الله آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة بعد الأنبياء والرسل، هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ومن طعن بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد سب محمدا عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنني إذا قلت عنك أنت حاج أحمد مثلا أو حاج عبد الله أو كذا أو كذا، رجل طيب، إلا أن أصحابه كلهم خبيثون وسيئو الأخلاق، وهذا الرجل لا يصادق إلا السيئين والشريرين، فهذا طعن في هذا الرجل. وكذلك من طعن في أصحاب رسول الله فقد طعن وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم هذا الدكتور أحمد الكبيسي، ضيف البلاد، ضيف البلاد في هذه الأيام، في هذه الأيام، وسيقيم خطب جمعة ومحاضرات في الجامعات وفي المساجد والمعاهد العليا وفي القاعات وفي أماكن المحاضرات وغيرها، وهو من أخبث البشر والذي لا رب سواه. أما معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه وأرضاهما وأرضى جميع الصحابة، وإن رغم أنف الرافضة والشيعة. أما فضل معاوية، أولا هو أحد كتاب الوحي الذين اختارهم الله من السماء من فوق سبع سماوات أن يكتبوا القرآن بأيديهم، فقد استأمن الله معاوية على كتابه، واستأمن رسول الله معاوية على كتاب الله تبارك وتعالى، ومع ذلك يسبه هذا الخبيث الكويسي. ثانيا قال الإمام القاضي أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله: وأما معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه فإن عمر بن الخطاب وهو الملهم، ولو كان في أمتي ملهمون فهو اختار عمر معاوية رضي الله عنه أن يكون أميرا على جميع الشوام، وجمع له جميع الشوام فكان أميرا عليها كلها. قال ابن عباس: وأليق رجل بالملك بعد الخلفاء الأربعة هو معاوية ابن أبي سفيان. بل قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت أحدا أليق بالملك بعد الأربعة من معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. جاء في صحيح البخاري ومسلم من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه، وأقول هذه
أنهم يطعنون في معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. جاء في الصحيحين من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان وهي خالته ومحرم له، فتطعمه وينام عندها وتفني له رأسه. فذات يوم نام عندها ثم استيقظ وهو يضحك، فقالت أم حرام: يا رسول الله ما يضحكك؟ قال لها: عرض علي أناس من أمتي يركبون ثمن هذا البحر ملوكا على الأسرة، وكان ملكه آنذاك معاوية كما قال القاضي ابن العربي المالكي. وقد قال النبي
على الافتراق وتحريما للاختراق. وكيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء ويبيح الاختراق، كما قال الدكتور الكويسي ضيف البلاد. وكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فان اول فتنه بني اسرائيل كانت النساء. وياتي الدكتور الكويسي ضيف البلاد ويقول: الاختلاط حلال. قال: ليس حراما، وانما منع الاختلاط بالمزاج. ده كلام الدكتور الكويسي. قال: فاذا كان مزاجك ان تختلط فلتختلط، والله هكذا قال بالنص. واذا كان مزاجك انك لا تريد ان تختلط بالنساء فلا تختلط. وهل هناك دين يا دكتور يا ضيف البلاد؟ هل هناك دين يؤخذ من المزاج والهوى؟ وقد قال الله تعالى: يا دكتور يا ضيف البلاد ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ما معنى الهوى؟ المزاج. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وسئل عن الحجاب ونسأل ذلك
اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ومعشر مره اخرى لا يطال الا الموضوع يستحق فقولوا الصلاه عنكم. وصيه القحطاني. لله قولوا كلما انشدتم رحم الاله صداك يا قحطاني.